مصر المقاصة عمر نجد لعب بتاع طول امامية سريع خطيرة جدا وزكونان هي جول 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 نجد بقول لحضراتكم ما فيش رقابه موجوده في دفاعات الاتحاد وادي الكره العرضيه خطر جدا خدوا كره هيصوب يا ولد جول وسكونا على الكره حلوه العرضيه الرائعه من عمر نجد رايح له الراجل على طول وهدفين في الدقيقتين احنا في الدقيقه العاشره يعني نقول خلاص الدقيقه التاسعه كان الهدف الاول تقطع من شوي تتمرر على طول اوسكونان اوسكونان على القدم اليسرى اوسكونان يتعادل يتعادل كولا لمصر للمقاصة ايه المباراة دي تسديدة قوية بس بعيدة المرمى محمد عبد المنصف ادي التمريرة وادي كولا والتسديدة خرج عبد المنصف عشان يقابله يلعبها ارضية زاحفة بالقدم اليسرى تروح النهاردة فؤاد سلامة بيعدي كويس يلعب تمريرة امامية اوسكونان راح اوسكونان يا ولد اوسكونان يا ولد جول يا اوسو يا كونان اهي للكرة سبق كويس جدا حسن الشامي بص اللمسة بص اللمسة بص اللمسة والسنس والحس التهديف العالي جدا عند النجدي عمر النجدي انطلاقة من ناحية اليمين يعمل عرضية ارضية هوبا يا سلام يا سلام هو ده الكلام اوسو كونان احمد بكري أمامية طويلة أوسكونان أنا موجود أنا إفواري أنا هداف يا سلامة ناحية اليمين حلوة أحمد حسام عرضية داخل المنطقة في منطقة الخطورة هو 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 والكورة في الشباك من جوه إبراهيم عبد الجواد بعد صافرة هشام حميدو أو أيضا اشتباكه نشوف دي الأول وأوسكونان وراجع لهم الخصم مستر رياحة سعيد يلعبها داخل منطقه العايده روس العرضيه العرضيه لأوسكونان من بدايتها هاني سعيد يزقها للعايده روس يعمل العرضيه تمر أوسكونان ويسجل اول اهداف اللقاء ادي محمود النادي روف هيعمل عرضيه عمل عرضيه ولكن لسه عاليه هاني سليمان طالع من المرمى يمسك الراجل وبتقع منه وجوه الجول وبتقع منه بغرابه شديده وجوه الجول أوسكونان الدقيقه 15 من بدايه الشوط الثاني هيبقى كويس عمر نجدي يسدد عمر يا ولد يا ولد وايمن كمال وكونان وايمن كمال من القائم ورجعت لايمن لكن أوسكونان هدف حلو وهدف شكله جميل جدا وبرافو التسديده من عمر نجد بشر داله يوزع لكواسي وجميله التمريره جميله التمريره محمود فتح الله بيعمل تغطيه اوسو محمود فتح الله اوسو يعدي اوسو عبد المنصف ولكن اوسى يمسك اوسو ولكن اوسى يمسك ويتقل ذهاب دور ال 32 من دوري الابطال الافريقي وادي انطلاقه وادي الله على الكوره بترتطم بالعارضه وتخرج في فرصه خطيره في اول دقيقه من احداث الشوط الثاني ادي التسديده سيري سيري الاوسو ثاني اوسو يعدي يعدي ويسدد والمره دي عبد المنصف عبد المنصف تصل للجميع وادي التسديده وادي التصدي الممتاز من محمد عبد المنصف
تنتهي المباريات بفوز الفرق ويتذكر الجمهور. عمرو كده بيلعب لأوسو، أوسو يرجع، أوسو خطير سيري ويمرر لأوسو، أوسو على رجل اليمين يعدي أوسو، فتح الزاوية وتاني فتح الزاوية، ولكن فين يا أوسو؟ في أوسا، أوسا يتصدى للكرة اللي فاتت اللي دي. ادي الكرة فتح الزاوية مرة واتنين وسدد، ولكن عبد